من قتل نفسا بغير نفس سيقال لك يا سيدي القاتل هو شيخ الإسلام والمقتول والمقتول بوابه بواب بواب هو القيم على مكتب شيخ الإسلام يقتل به شيخ الإسلام قتل بوابه لماذا؟ شيخ الإسلام نفس والذي قتل نفس نفسا بغير نفس شيخ الإسلام يقتل في بوابه أحب أن أقول للعالمين أصرخ أيها الإخوة معلوما لأجل أمتي فاخرا مفتخرا لأجل ديني وشرعي وقرآني أقول لهم هذا القرآن قبل 1400 سنة وأزيد واضح هذا كتابنا مهد الحريات في الغرب الأوروبي أيها الإخوة الحديث فرنسا في سنة 1980 قبل 30 سنة تقريبا ونيف فرنسا يقتل فيها الفيلسوف اليساري الكبير الشارح الأشهر في حقبته لكارل ماركس على الطريقة اليسارية لوي ألتوزير فيلسوف لويس يعني ألتوزير شارح كارل ماركس يقتل زوجته البروفيسور الأكاديمية الفيلسوفة مثله خنقا ويخرج يحبو على رجليه ملتاف الرجل أصابته لوثة فيطالب دعاة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان باعتقاله ومحاكمته يتصدى لهم رئيس الجمهورية فاليري دسكاردستان في وقته ويقول عار شيم هذا عار على فرنسا أن تعتقل عقلها قلت له مسكين أنت لم تتعلم أن تبلغ أعلى درجات التجريد فيما يخص الإنساني نحن كان ينبغي أن نتعلم هذا طبعا واضح لا نستطيع أن ندل على دستان ولا غير دستان نقول له نحن لا لا كتابنا لسنا نحن لم نفعل هذا إلا فيما ندر نبينا فعل هذا الراشدون الكبار من أصحابي فعلوا هذا الصالحون المقتدون المهتدون من أصحابي فعلوا هذا لكن الأمة في معظم فترات تاريخها فعلت عكسه تماما وطبعا لم تعوزها الحيلة والذريعة ألف حيلة وألف ذريعة أن تستبيح دماء بعضها البعض كفرت بعضها البعض فاستباحت دماء بعضها البعض